نشاط هو بالحقيقة نشاط مزاري، احنا لكن دورة تي او تي اللي تشرف عليها يعني المكتب المالي للأمم المتحدة والوزارة وزارة التعليم العالي العلمي، فنهاية هذه الدورة طلب من عندنا يعني نشاط وزاري هو عبارة عن ورشة، وانتم ما يعني تعرفون الورشة عبارة عن يعني مجموعة من الأنشطة يعني مستقبلا نوزع عليكم أواق وغيرها، يتم هنا يعني طرح عدد من الأسئلة، فحتى يعني تكونون تبصوا ربكم هناك تفاعل، وإن شاء الله تكونكم أساتذة يعني سبب امتحان؟ لا لا مواقف مثل دكتور، لا لا مواقف تذكر وقعنا في الفخ لا لا وإن شاء الله المحور الأول راح يتناوله دكتور حيدر، والمحور الآخر يعني هم أنا أتناوله يعني شيء يعني بي أكو قرب من ناحية المحاور أو غيره. على بارك الله يسلمك، شكرا جزيلا. سيد تبدينا بالتصوير؟ هاي الإنارة طفينا سيد يقول هذا شو اسمه على مود الصوت يطلع ويا ال فاحنا شويه ما عندنا الحريه لا عادي هو هم راح يصور دكتور ما في نظر اعتبار هذا نعم فتحت حركه شيء يعني الصوت ان شاء الله واضح خلي الناس تشهد دكتور حسام بسم الله الرحمن الرحيم نبدي اليوم ورشة العمل طبعا نشكر الأساتذة الكرام على حضورهم حول موضوع أخلاق وأخلاقيات مهنة التعليم وباستراتيجية المدخل المنظومي فإن شاء الله في نهاية هذه الدورة راح نكتسب الأمور التالية أنه تكون عندنا معرفة بالدور المنظومي للأخلاق بشكل عام والأخلاقيات بشكل خاص الأخلاقيات هي أخلاقيات المهنة مهنة التدريس ونمتلك القدرة على التمييز بين الأخلاق والأخلاقيات تقديم مواقف واقعية تبين فهمنا للفرق بين الأخلاق والأخلاقيات وتقديم موقف من الواقع يظهر المبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك المثالي المتوقع من الأستاذ الجامعي وتقديم موقف من الواقع يتضمن تطبيق الأخلاق أخلاقيات المهنة ولا يخضع لمبدأ الأخلاق العامة للمجتمع نبتدئ بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العلي العظيم نشوف في الآية أنه وأمر بالعرف والعرف هو الأعراف وتقاليد المجتمع اللي هي مصدر من مصادر الأخلاق في المجتمع فتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع اللي هو أخلاقيات المهنة في تعزيز الممارسات الأخلاقية التي ينبغي أن تنعكس بشكل أكثر إيجابية
في منهجية التدريس والبحث العلمي والإشراف العلمي. طبعا هذه أدوار الأستاذ والتدريسي في الجامعة، فكما هو مدرس فهو باحث، وفي العلاقات التربوية بين مختلف مكونات الوسط التعليمي، وتكون لدى الأستاذ اتجاهات إيجابية نحو المهنة، إذ تبصره بالتزاماته الأخلاقية وتوعيته بأبعاد الرسالة التعليمية التي يتحملها تجاه الفرد والمجتمع والأمة. كل مهنة في المجتمع الإنساني لها قواعد أخلاقيات لا بد من مراعاتها والالتزام بها من قبل الأفراد المنتسبين لتلك المهنة، لأن ذلك يساعدهم في السير قدما نحو تحقيق النتاجات المنشودة بكفاية وفاعلية. فحقيقة الدراسة أو الفرق بين الأخلاق والأخلاقيات كان نتيجة وجود أزمات أخلاقية، ففي بعض المهن تحتاج وجود أخلاقيات معينة يتفق عليها في تلك المهنة غير موجودة في الأخلاق العامة التي تربينا عليها في بيئتنا. فمثلا الأساتذة المحامين اللي عندنا مثلا موجودين، عندما صاحب قضية معينة يخبره بارتكابه جناية معينة، ففي الأخلاق العامة يجب أنه يبلغ عن هذا عن ارتكابه للجناية، لكنه مهنته تتطلب منه فعل أمور أخرى، فهو مسؤول عن الدفاع عن هذا الشخص وعن حفظ سره. فالأخلاق المهنية دورها تعمل على تنظيم العلاقات الإدارية الاجتماعية، وتدرب صاحب المهنة على أساليب التعامل اللائق مع مختلف مكونات المجتمع المحلي والوطني، وتؤدي إلى الوعي بقواعد الانضباط الأخلاقية والقدوة الحسنة والتحلي بالضمير المهني الحي والابتعاد عن الشبهات من أجل تحقيق الوعي بأهمية البعد القيمي الأخلاقي في مجال التربية والتعليم، وتؤدي أيضاً إلى إشاعة ثقافة جديدة مبنية على أساس احترام مواثيق حقوق الإنسان ودعم الارتباط بالمؤسسة والحفاظ على سمعتها وتفعيل دورها المعرفي التنويري، هذا فضلاً عن تنمية روح التواصل والتعاون والاحترام المتبادل بين مختلف الفرق. مصادر الأخلاق المهنية من أين تأتي وحتى مصادر الأخلاق العامة؟ هناك عدة مصادر، فالمصدر الديني هو أحد المصادر، الثقافة العامة للمجتمع، التشريعات والقوانين والأنظمة، العادات والتقاليد والقيم، والأبحاث والدراسات. فإذن الأخلاق المهنية قد تختلف بين بلد وآخر حسب اختلاف هذه المصادر. فمثلا ما يقره الأخلاق المهنية في بلد معين، مثلا حق المرأة في إجهاض الجنين، هناك العديد من الدول تقر هذا الفعل ويعتبر فعل غير مأثوم. أما في مجتمعاتنا الإسلامية باعتبار أنه الدين الإسلامي لا يقبل بهذا الفعل، ففي مجتمعاتنا هذا الشيء مرفوض. وهكذا بقية المصادر، الثقافة العامة تختلف بين بلد وآخر، التشريعات والقوانين والأنظمة، العادات والتقاليد والقيم واختلافها بين مكان وآخر،
والأبحاث والدراسات وما إذا أقرت فعل ما أو كان له أساس علمي أيضا قد يدخل في التشريع. ندخل في أخلاقيات مهنة التعليم. فمن مبادئ مهنة التعليم الإخلاص في العمل، احترام الآخرين. طبعا هذه النقاط هي أكيد المبادئ كثيرة، ولكن هذه تمثل النقاط التي يعني الأساتذة اتفقوا عليها من خلال استفتاء أجري عليه. فكان الإخلاص في العمل النقطة الأولى، وهكذا بالتسلسل أنه احترام الآخرين، العدالة والإنصاف مع الطلبة مع الزملاء، الحكمة والاتزان، أن يكون التدريس متواضع، أن يتحلى برفق واللين، التوقف عن العذائل بأنواعها، التكبر، الطمع، البخل وإلى آخره، محاسبة النفس، البعض أشار إلى هذه النقطة، المساعدة أيضا مع طلبته مع زملائه في مكان عمله مع الإدارة، العدالة، الاحترام والتقدير، الإنسانية، الاستقامة والنزاهة، الإتقان. نرجو منكم أخواني إذا كان لديكم صفة ممكن إضافتها إلى هذه القائمة فندخلكم بهذا الاستفتاء. ما هو الأمور والأخلاقيات التي تعتقدون أنها يجب أن يتحلى بها الأستاذ غير موجودة في هذه القائمة؟ الصبر، الصبر صفة مهمة حقيقة سنضيفها إن شاء الله إلى هذه القائمة. دكتور حسام إذا عندك أخلاقيات البحث العلمي، يعني ها أخلاقيات نعم للبحث العلمي بالضبط. دكتور عبد الحسن يشير إلى أنه للبحث العلمي أخلاقيات خاصة به، زين، فممكن أنه نضيفها إلى هذه القائمة. وقد تم إجراء استفتاء آخر بين الطلبة، ما هي آرائهم حول أساتذتهم؟ فهناك ربما ما تتفقون معه وما تختلفون معه، لكن هذه الرؤية الأخرى، رؤية الطالب في أستاذه. فيرى الطلبة أنه يحبون أن يكون الأستاذ ديمقراطياً في تعامله مع طلبته، أن يكون قدوة حسنة لهم، أن يكون مصدر ثقة، أن يحترم ويقدر وجهات نظرهم، أن لا يرهقهم بكثرة النشاطات البيتية، رغم أنه قد تكون لهذه النشاطات أبعاد وأهداف تعليمية، لكن الطالب لا يحب إرهاقه، أن لا يتقيد بحرفية الكتاب المدرسي المقرر، سواء كان ذلك في أثناء تأديته النشاطات الصفية أم أسئلة الامتحانات أم تلقي الاستجابات منهم، أن يربط المنهاج بواقع الحياة ومجرياته، أن يجعل التعليم ممتعاً ومشوقاً للمتعلم، أن يوظف التكنولوجيا الحديثة ومختلف الوسائل السمعية والبصرية في عملية التعليم. وهذا اتجاه ربما الطلبة بدأوا يتفوقون على الأساتذة في استخدامهم للتطبيقات، أن يكون ذا عقلية متفتحة واسعة الاطلاع،
لا يركز على كمية المعلومات وحفظها، بل على نوعية المعلومات وطرائق اكتسابها، حيث يتوقع الطلبة من المعلم أن يعلمهم كيف يتعلمون، أن يثق بقدرات الطلبة وإمكاناتهم في إحداث التغيير المرغوب فيه وفي قدراتهم على إجراء عمليات التقويم الذاتي لأعمالهم، أن يجعل من غرفة الصف بيئة يسودها التسامح والمحبة، وأن تخلو من التهديد والإرهاب والقمع، أن تتسم عمليات التقويم بالموضوعية والشمولية والتوازن، وأن يشكل الاختبار موقفاً تعليمياً، أن لا يركز في أسئلته على عمليات الحفظ الآلي بل على عمليات التفكير، أن يلبي حاجات وميول ورغبات المتعلمين وما بينهم من فروق فردية. حقيقة الكثير من هذه النقاط يعني نقاط نرى أنه لهم الحق فيها وفيها الإنتاج. نرجو من المتدربين المحترمين الإجابة على هذا النشاط، هل هناك فرق بين الأخلاق والأخلاقيات المهنية؟ يرجع كل شخص مع زميله أن يعطينا مثالاً واقعياً. تكون أخلاقيات مهنة متماشية مع أخلاقيات مهنة أو مهن أخرى أو مع الصالح العام، فكل مهنة تتحيز لنفسها ولمصلحة العاملين بها. استخدام من منهج التفكير المنظومي والجلد أو ما نسميه بعض الأحيان الجلدة، فهذا من الجلدة الفلانية، كاستعارة لشرح الفرق بين الأخلاق وأخلاقيات المهنة. هنا قول لأحد فلاسفة التعليم اللي هو إدوارد ديمينج: A system is a network interdependent components that work together to try to accomplish the aim of the system. A system must have an aim. Without the aim, there is no system. يعني هنا هذه المقولة يركز على ضرورة أنه تكون يعني تفاعل فيما بينهم. لكي نفهم الفرق بين الأخلاق والأخلاقيات، نحتاج إلى معرفة معنى المنظومة والتفكير المنظومي. المنظومة تعرف على أنها مجموعة عناصر تعمل معا بشكل تعاوني وإيجابي من أجل تحقيق هدف المنظومة، إذ بدون علاقات أخلاقية بين أجزاء المنظومة لا يوجد نظام ومنظومة، وسوف يظهر الفساد والفوضى. فبهذا المعنى إذن كل مهنة مكوناتها نعتبرها منظومة واحدة، ويجب أن تكون هناك قوانين وأخلاقيات تحكم العلاقات بين أفراد هذه المنظومة. كيف يحدث ذلك؟ أي عنصر من عناصر المنظومة يفترض أن يجعل هدف المنظومة هدفه الشخصي لكي نضمن عدم تزاحم مصلحة الأفراد أفراد المنظومة. زين، لكي نخفي الأنا من هذه من تفكير هذه المنظومة، ويصبح هدف المنظومة هو هدف الشخصي لكل شخص من هذه. فالأخلاق تمثل هذه المنظومة العام، هدف المنظومة العام، والأخلاقيات هي السلوكيات الفردية لأجزاء المنظومة التي اتفقوا فيما بينهم على أهميتها، والتي تضمن تحقيق هذه الأخلاق العامة في حال كونها امتداد لها. فكلما قلت المسافة أو اختفت بين الأخلاق والأخلاقيات، كانت المنظومة أكثر نجاحاً وقوة وصمود أمام المتغيرات والتحديات. يعني كل ما أنه قلت الفروق
بين الأخلاق أخلاقيات مهنة معينة والأخلاق العامة التي نشأ وتربى عليها. كلما قلت الأزمات بينه وبين يعني نفسه مثلا، التحول من منطق الأنا إلى منطق النحن هو الضمان لتحول الأخلاق إلى أخلاقيات. هل النحن ممكن أن تكون مغلقة وأنانية؟ فنعطي أمثلة في دائرة الأخلاقيات. من الممكن أن تصبح النحن مجرد انتماء للمهنة أو المذهب الديني أو القومية، فنتصور أن سلوكنا الأخلاقي ما دام يلبي حاجات الهوية المهنية التي ننتمي إليها ويرضيها، وبما أنه نقول نحن فنعتبر هذا الأمر صحيح، في حين في دائرة الأخلاق النحن عابر للهوية المحلية والمهنية طبعا. لذلك ممكن أن يحدث تزاحم بين حاجات المهنة والمذهب وبين حاجات النحن العالمية. إذن انتمائنا لمنظومة ما يحدد أفق المتوقع منا أخلاقيا. هل انتمائنا لمنظومة المهنة أهم من انتمائنا لمنظومة العشيرة أو المذهب؟ مواقف في الكلية، هناك طلبة أو أساتذة من عشائر مختلفة ومذاهب مختلفة وتخصصات مختلفة، فسلوكي تجاه الطلبة أو الزملاء الآخرون يحدده نوع المنظومة التي أعتبرها هويتي. إذا كان انتمائي العشائري هو هويتي الأولى، سوف أتصرف بشكل إيجابي تجاه كل من يشترك معي في هذه الهوية، وبالتالي يعتبر سلوكي صحيح ضمن أخلاقيات العشيرة ولكنه خطأ ضمن أخلاقيات المهنة. وفي حالة كون الهوية المهنية هي الجلد الذي أعيش من خلاله لكنها هويتي المهنية كطبيب، سوف أجدني أو الأساتذة من بقية الاختصاصات في العلوم الإنسانية والعلوم الصرفة خارج منظومتي، وهذا يعني أراه خطأ طبعا رغم أنه التزم بأخلاقيات فئة معينة، أراهم كآخر كغريب عني، ممكن أتصرف أو أتكلم عنه بسوء أو استهزاء أو فوقية. إذن سلوكنا الأخلاقي هو نتيجة وجودنا داخل منظومة ما. هذه المنظومة لديها قيم وأعراف تتجسد كأخلاقيات تختلف من نظام إلى آخر. المنظومة عادة تتكون من دائرة من العلاقات، هناك المدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة. فالمدخلات مثلا طلبتنا، المخرجات أو العمليات هو العمليات التي نجريها من تدريس، من منهج، من امتحانات وأمور أخرى. المخرجات هو مخرجات التعلم، وأنه نؤدي غرضنا التعليمي ونخرج طالب زين، والتغذية راجعة للتحسين في هذه. الإنسان كمنظومة معقدة متكيفة بنوع الجلد، الحدود ينظم مدخلاته، إدراكه ومخرجاته. فالمنظومة يمثلها الشكل أنه تكون بأجزائها ضمن شكل معين، input المدخلات والسيستم والعمليات والأوتبوت، وهذا ضمن المحيط الخارجي الذي يمثل الأخلاق العامة. أطلت عليكم بالحديث وأترك الحديث لأخي الأستاذ الدكتور حسام مسلم.
لبيان رأيه وإكمال الورشة. شكرا جزيلا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. سادة الحضور، مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب جامعة جابر بن حيان الطبية والورشة التدريبية حول الأخلاق وأخلاقيات المهنة. فأهلا وسهلا بكم، ومحدثكم الدكتور حسام مسلم العزام، دكتورة في العلوم التربوية والنفسية. في الحقيقة كما هو متعارف ومن ضمن أساسيات الورشات والندوات أن يكون هناك تعارف وتآلف بين الأخوة الحضور، وأننا جميعا إن شاء الله من أسرة جامعية تربوية وهناك تواصل معكم أحبتي. الأهداف العامة مثل ما تم التطرق إليها في المحاضرة هي تتناول معرفة الدور المنظومي للأخلاق بشكل عام، والقدرة على التمييز بين الأخلاق والأخلاقيات وإلى آخره من الجانب. قال الله في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالتقوى هي في الحقيقة هي الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى يميز بين خلقه، لا فرق بين عربي أو أعجمي إلا بالتقوى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الظلمات مع النور، وهكذا من آيات القرآنية. والذي يعد القرآن الكريم هو أحد هذه المصادر الدينية لأخلاقيات المهنة. بالطبع تتميز الشعوب فيما بينها بعدد من الأخلاقيات، ولكل شعوب عادات وتقاليد تميزها عن غيرها. ولهذا عندما نحن نذهب ونسافر لأحد الدول الجوار أو أحد الدول الأوروبية نأتي وننتقد هذه العادات والتقاليد ونقول بأنها ليست موجودة لدينا وكيف يفعلون كذا وكذا، وفي الحقيقة هذا الأمر هو غير صحيح، لأن كل دولة ولكل مجتمع له عاداته وتقاليده الخاصة. لكسر الجمود في هذه الورشة أحب أن أعرض عليكم هذه الصورة، وهل يعلم أحدكم من يكون هذا الشخص؟ لا، هو ضمن يعني ضمن ال يعني التاريخ وغيرها. نعم، يعني تقريبا بلي. في الحقيقة هذا الشخص تم اختياره من قبلي لأنه له ارتباط وثيق. في الحقيقة هذا هو المعلم الأول في البشرية قبل أكثر من 5000 سنة، هو المعلم دودو. المعلم دودو هذا أول معلم في أقدم السلالات على وجه الكرة الأرضية وفي بلاد سورما. ولو نظرنا إلى هذا الشخص ونرى هذه الهيبة وهذه المكانة العالية التي يتمتع بها المعلم، ولو كان لدينا الوقت لتكلمت لكم أحبتي الكرام عن الأنظمة التعليمية اللي كانت موجودة في حضارة سومر وأكد وبابل، وما هو التطور الحضاري والفكري اللي كان موجود آنذاك. هناك عدد من المفاهيم الأساسية التي سوف نتحدث عنها. في الحقيقة الأخلاق هي جمع خلق وهو السيجية، وهي بمنزلة الخلق بصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها. والأخلاق أخلاقيات المهنة هي مجموعة من القيم والمعايير الإيجابية المطلوبة في إداء الأعمال. يعني رب سائل يسأل
هل هنا يعني فقط الإيجابية؟ نعم، نحن نؤكد عليهم على الإيجابية، نؤكد على المهارة، نؤكد على الجودة، وهكذا. المهنة يعني الأخلاق الصراحة هو الإطلاق، هو بذل النفس في صنعة أو عمل أو ولو بدون مقابل. أنا اليوم أجي وأعمل فد شيء، إحنا شو نقول؟ نقول هذا من أخلاق. أنا اليوم جيت طلعت من عملي من مكاني وجيت وشفت أحد الأخوة مثلا على سبيل المثال عنده عطل في سيارته، أنا من أخلاقي أجي أوقف وأساعد هذا الشخص. طالب أو أنا طبيب، دائما يعني أنظر بأمثلة طلابنا، أنا طبيب وانتهت العمل مالتي، اليوم أنا عملي انتهى بالطوارئ، فمباشرة من أطلع راح تلقاني حالة طارئة، هذا من أخلاقي أنا إذا ساعدته، وهكذا. لكن الأخلاقيات هي ترتبط في جانب شنو؟ جانب قانون مثل ما ذكروا الأساتذة. يعني هنا الأخلاق هي لها طابع عاطفي، أما الأخلاقيات المهنة لها هي قوانين وأنظمة ومعايير. أنا اليوم أجي يعني أريد أسوي هذه على سبيل المثال هذه الورشة، أقدر إحنا باتفاق مع رئيس القسم وتنتهي الأمور وغيرها، أو باعتبار إحنا شنو عندنا يقول لك الغاية تبرر شنو؟ تبرر الوسيلة، اللي هي هاي نظرية ميكافيلي وكتاب الأمير وغيرها من الأمور. لكن هناك أنظمة وقوانين. لا، احنا صحيح انت العمل اللي قمت به حاليا هو لخدمة المجتمع، لخدمة الجامعة وإلى آخره، لكن في أنظمة وقوانين تحتم عليك أن تأخذ موافقات رسمية وأن تجري هذه الورشة. كيف ننمي هذه الأخلاقيات؟ بالطبع يجب أن نعمل على تنمية هذه الأخلاق، استشعار رقابة الله سبحانه وتعالى، ولهذا تم وضع هذا. هناك رقيب لك في كل دقيقة وفي كل لحظة، ولهذا القرآن الكريم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني أحد الأخوة يحدثني يقول أنا رحت لأحد الدول، يقول وأسير في أحد الشوارع وإذا أشوف بأعلى الشجرة هناك شخص يقوم بتقطيع هذه الشجرة وتنظيفها وغيرها، ومع العلم هناك شنو؟ أنا أقول تساقط الثلوج في تلك اللحظة. يقول فمن بعد ما نزل تكلمت وياه باللغة الإنجليزية وغيرها، قلت له أنت إيش عندك بهذا الجو وهذا؟ قال إحنا هذا عملي، وإذا ما يوجد شخص رقيب لي فهو طبعا في دولة مسلمة، قال أني هناك رقيب هو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عندما يضع الإنسان بأن هناك رقيب في عمله في كل شيء، سواء كان عمله بالطبع الأعمال الصالحة هو اللي يبدي يستشعر. الإتقان في العمل، الإتقان في العمل هو نتيجة هذه الأخلاقيات، هو أن يخلص في عمله. والإنسان اللي يكون مخلص في عمله يكون إنسان مبارك من الله سبحانه وتعالى ومبارك من الجميع. تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وهذا طبعا من الأمور المهمة. يعني احنا نشوف اليوم من نجي ونطلع في الأحياء في الشوارع في الأسواق وغيرها، أو في حتى منطقتك، من تجي وتقول له أحد الأشخاص تقول يا أبي أجلكم الله لماذا ترمي هذه النفايات أو غيرها، أو لماذا تحفر هذا الشارع؟ يقول لك والله شارع مو ملك أحد. صحيح الشارع مو ملك أحد، لكن هو مصلحة عامة. واليوم نشوف إحنا هسه من الروح للحدائق والمنتزهات نلقى الكثير من الشباب يقومون بالعبث بهذه الممتلكات العامة. إحنا اليوم وطبعا الاستعمار له دور كبير، وهناك دراسات تربويه ونفسيه تؤكد هذا الامر، الاستعمار له دور كبير خاصه بالشعوب العربيه، ولدينا دراسات تؤكد هذا الامر ومراجع ومصادر تؤكد بان الاستعمار قد زرع هذه الفكره بانك تهتم في بيتك ولا تهتم ببيتك الاخر اللي هو شنو؟ اللي هي الازقه والشوارع وغيرها. ولهذا تجي تلقى احنا نهتم في بيوتنا ولا نهتم في شوارعنا ولا نهتم في دوائرنا، وطبعا هذا الأمر هو في الحقيقة غير صحيح. وجود قواسم
مشترك يعني. ونشوف هسه احنا حاليا الجامعات تعمل على وتدفع على قضية التعاون والتشارك مع منظمات المجتمع المدني، مع نقابات المحامين، مع نقابات المعلمين، وهكذا مع الدوائر الحكومية كافة لغرض الوصول إلى أعلى هذه النقاط. لأن في الحقيقة المجتمع عبارة عن كتلة واحدة، واليوم احنا كلنا نسمع بأن أصبح العالم إذا هذا التطور العلمي والتكنولوجي عبارة عن قرية صغيرة. يعني اليوم إذا أي حدث، هسه احنا اليوم نعاني أو العالم يعاني من حرب بين روسيا وأوكرانيا، ألقت بظلالها حاليا من على العالم أوسع، على العالم أجمع. زين يجي أحد يقول لك أنا شنو علاقة؟ لا، تعال شوف الدور الاقتصادي لهذه الدولة وماذا تنتج وماذا تعمل، راح تشوف أن هذه الأمور هي صحيحة. مميزات أخلاقية المهنة، يعني أنا ما أريد أطيل عليكم، هو الصدق وعدم الغش وحسن الخلق والصراحة وعدم الغموض. مصادر أخلاقيات المهنة مثل ما احنا يعني اتكلمنا عنها، بس أحب أعرج على قضية المصدر الديني. هناك من يعترض على قضية المصدر الديني، وحدث يعني أكو عندنا حادثة يعني صارت، بل احنا كدولة مسلمة اليوم احنا يعلمون وخاصة الجهات القانونية بأن هناك أغلبية وهناك أقلية. فأحد المصادر التشريع باعتبارنا احنا دولة مسلمة هو راح يكون القرآن الكريم. ولكن رب سألني يسأل ماذا وضعتم للأقليات؟ نعم، القانون أو الدستور قد حفظ حقوق هذه الأقليات، ونشوف الكثير من الدول تضع مكونين يعني لمكونات اليهودية والمسيحية وغيرها من المكونات، تضع لهم ممثلا في مجلس النواب أو المجالس الأخرى. مبادئ الأخلاقيات مثل ما تكلمنا عنها هي يعني موجودة، وهذه لم تأتي اعتباطا مثل ما ذكر زميلنا الدكتور حيدر، وإنما هي عبارة عن دراسات وغيرها. نشاط، هذا النشاط حقيقة تم التطرق إلى هنا، بس يعني أحب أن أذكركم موقف أحد الأساتذة من أخوتنا في المملكة العربية السعودية، يذكر موقف يقول أنا كان أحد طلابي في المرحلة الثانوية عندما يتم إجراء الاختبار له ويكتب اسمه وهو في تلك المرحلة، في المرحلة الثانوية يكتب الدكتور فلان ابن فلان، يقول فاني نهيت عن هذا الأمر. قلت له بابا ما يصير، هذه شهادة عليا، هذه لن تأتي اعتباطا وإنما من دراسات وغيرها. فيقول اتبعت معه كافة الطرق. يقول بعدين أنا سويت عملت في الطريقة ما اتبعت بها أخلاقيات المهنة وأنا ما اتبعت بها الأخلاق. فاختبرتهم وبعد ما تم تصحيح الأوراق تم توزيع الأوراق على كافة الطلاب، ووضعت ورقته موجودة هنا، وضعتها بالأخير، ورقته خليتها موجودة يمي. فيقول هو ما ماخذ درجة يعني عالية وغيرها ولا هم يحزنون. يقول فقلت لهم أبناء الطلبة انتبهوا علي، يقول الطلاب انتبهوا علي، قلت لهم وين فلان؟ يقول هذا الطالب وقف. فقلت لهم تصفيق جدا حار للدكتور فلان ابن فلان. يقول ضجت القاعة بالتصفيق لهذا الطالب، يقول أنا سميته هذا الدكتور. يقول وإذا مرت الأيام والسنين وهذا الدكتور هو طبعا رفض أن يذكر اسمه، قال هسه حاليا هذا الدكتور هو من أبرز الأساتذة في مجال العلوم التربوية والنفسية في المملكة العربية السعودية، وله نشاطات على مستوى العالم. استطاع هذا الشخص الأستاذ الفنان بأن يعالج هذا الموقف، لكن احنا نجي ونطلع مثل برا ونعاقبه وغيرها، لا، القضية راح تختلف. فهنا الأخلاق، أحب بس أعرج على نقطة مهمة،
الأخلاق تميزها عن الأخلاقيات المهنة، الأخلاق هي يغلب عليها الجانب العاطف. ولهذا احنا بعض الأحيان مش نقول، نقول شو اسمه زين زين لا تسوي شر شنو ما يجي، لا انت هنا نتوقف عند هالنقطة. ليش؟ لأن انت احنا ذكرنا في البداية الأخلاق هو شنو؟ رضا، رضا الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انت هذا القانون إذا وضعت أمامك بعد انت هاي الأمور خليها وين؟ خليها بالخلف. ولهذا عندنا بالعلوم التربوية النفسية يقول لك انت لا تذكر هذا الشخص بما قمت به، لا تقول له انا ترى سويت لك فلان وكذا وكذا وكذا، لا قل له انت سويت لي كذا امور كذا امور كذا امور. هو يشوف من نفسه، هو راح يخجل، راح يعيد فرمتة المعلومات مالته. واحنا حاليا اخوتي الكرام وانتم اساتذة افاضل، اليوم احنا نشوف الانسان يعيش مع صراع مع من؟ مع ذاته، ويعيش صراع مع عائلته، ويعيش صراع مع المجتمع اللي يعيش به. ولهذا بالقرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ولهذا إجا العالم الكبير عالم فرويد اللي هو حلل الشخصية وقال الشخصية تتكون من ثلاثة جوانب اللي هي الآي والإيغو والسوبر إيغو، الأنا والأنا الأعلى. زين، فيقول الإنسان الآيد اللي هي اللذات اللي هي الجسد اللي هو مكانه وين؟ مكانه بالأرض. والنفس مكانها وين؟ بالسماء. ولهذا يقول الإنسان يصوره عبارة عن شد بين قوة ترغب بأن تعتلي به إلمن إلى السماء ويصل إلى مرحلة جدا عالية من الروحانية، وهناك قوة تشده إلمن إلى الأرض. ولهذا الإنسان بعد ذلك عندما يموت الأرض ترجع إلى أصلها والنفس ترجع إلى أصلها. ولهذا شوف أحد العلماء يقول نحن خلقنا لم نخلق لهذا العالم، بل إحنا مكاننا الأساسي وغيرها هي الجنة. ولهذا تجي تلقى القرآن الكريم قد وضح لنا هذه الأمور التي تتحدث عن قضية الأخلاق والأخلاقيات. حقيقة رغبت أن أذكر بعض من أخلاقيات العامة اللي هي تخص قضية الامتحانات وكل ما يدخل في هذه المجال. يعني أولا الالتزام بالدقة، خاصة احنا كل احنا مشتركين في لجان امتحانية أو البعض منا قد اشترك في لجان أخرى، يشوف هي هناك عدد هو التزام بالدقة والأمانة والسرية والموضوعية بالشفافية والعدالة، تجنب إقامة علاقات شخصية مع الطلاب. ونشوف السحنة حاليا في ضوء هذه التطورات يشوف الطلاب بدوا عذرا يسجلون الأساتذتهم، يدزلهم مسجات وغيرها. ونشوف احنا إن شاء الله جامعتنا ما عندها هذا الأمر، لكن نسمع من هنا وهناك في بعض الجامعات وفي وزارة التربية وغيرها نسمع بأن فلان أستاذ فلان كذا وكذا، لكن احنا في الحقيقة يظل هو أستاذ الجامعة هو مثال للخلق والأخلاق. تجنب قبول الهدايا، يجي يقدم لك هدية ويقول لك هو النبي قبل الهدية، أنت ما تقبل هدية يفوت لك من هذا الطريق وغيرها، لكن هي في الحقيقة ولهذا احنا من كنا قبل طلاب ماجستير يقولون أساتذتنا احنا عاملكم معاملة البكالوريوس، لكن عندما تم قبولنا بالدكتوراه الأساتذتنا يقولون احنا نتعامل معاكم معاملة الأستاذ. ليش؟ انت حتى وانا ما اجتازيت الدكتوراه فانت عندك شهادة جامعية عليا، انت هم أستاذ وياي زميلي وإلك مكانتك وإلك تعاملك. يعني زين، عدم يعني السماح بالنقاش والاعتراض وغيرها، طالب يخابرك ويريد فد وسيلة أو فد حجة يخابرك في وقت متأخر بالليل وغير هاي الأمور ما أسمح بيها. ولهذا كثير من الأساتذة وأنتم أصحاب خبرة ومهارة على الأستاذ الجامعي أن يبدأ في بداية عمله
في بداية عمل أول محاضرة أجي أنا أعطيهم إياه أوضح هذه القوانين وهذه الأنظمة. يا بريد أسوي مثال عمل أنتم مرحلة أولى راح تداومون يوم 27 أقدم لكم نفسي أنا فلان ابن فلان أنا هيك اختصاصي هيك كذا ما أدري شنو هاي مواثيق وأنت شنو المواثيق اللي تردوها اكتب هنا نتفق نسوي اتفاقية عمل بيني وبينكم. أنت تريد من عندي نجاح أنا نجحك بس أريد من عندك أن تحضر أريد من عندك أن تلتزم أريد من عندك أن دكتور أريد من عندك إحنا في يوم من الأيام تأجلنا امتحان أوكي فأعقد اتفاقية تعاون مثل ما ذكر دكتور مروان قال هناك حتى في المهن الشعبية وغيرها هناك شنو هناك قوانين وأنظمة تحكم العمل وهذه طبعا هي يعني من جملة الأمور مثل ما الطالب مثل ما الأستاذ عليه واجبات وحقوق الطالب عليه واجبات الحقوق اللي هو يجب أن يلتزم بها اليوم مثل ما الأب له حقوق وواجبات كذلك الابن له حقوق وواجبات والقضية هم كذلك عكسية فالكل له حقوقه وواجباته ويجب أن يعمل بها. آثار الأخلاق على الفرد والمجتمع قلنا أول شيء كسب رضا الله سبحانه وتعالى اكتسابه قوة الإرادة طبعا راح يكون عنده إرادة قوية وما تثني اليوم عملت عمل خير وإذا جبهت بهذا الأمر لا أنا أعمل اليوم هذا الأمر صار وياي أنا باكر أطور هذا الأمر اليوم هذا الشخص ما أجي دائما إحنا عندنا نعمم احنا عندنا في مجال العلوم التربويه النفسيه اليوم انا اختلفت على سبيل المثال مع زميلي مثل الدكتور عبد الحسن انا اقول مع جل احترام وتقدير بعد انا ما اتعامل ويا اي زميل بالجامعه ليش لان صار موقف هذا طبعا هذا الامر غير صحيح انا ما اجي وعمم على موقف معين حدث ونتيجه اختلاف بالراي وهذا الامر لا يفسد في الودي قضيه وطبعا هذه الاخلاق اليوم احنا نشوف يعني قضيه الجرائم وصل بينا الامر ان احنا كنا قبل نسمع من اهلنا يقولون واجدادنا يقولون يجي يوم العائله بيناتها تتحالف شو معقوله توصل هيك مرحله وقال يجي يوم العائله بيناتهم واحد يقفل باب على الثاني وفعلا احنا حاليا بدينا نعيشه نشوف اب يقتل أبنائه وصل إلى بينا إلى جملة من الأمور اللا أخلاقية زنا المحارم وغيرها وكذا أجلكم الله وغيرها من الأمور والمخدرات وهذا بالحقيقة نجي إحنا ونعد دراسات ونذهب إلى وزارة الصحة ونشوف عدد من التقارير لا يعني لعرفنا أو تعرفنا إلى ما وصل عليه المجتمع حاليا قبل ما ننهي الورشة أذكر لكم مثال أحبتي الكرام وهذا هو في الحقيقة مثال واقعي وليس ارتجالي يقول أحد الأخوة بدأت أكره أبي ذلك الرجل العصامي الذي يوقظني صباحا ويطلب مني أن أصلي صلاة الفجر وأن أنظف شقتي أو غرفتي وأن أطفئ الإنارة وكان يلاحقني في كل خطوة حتى أني أخذت أن أو بدأت بأن أدعو الله سبحانه وتعالى أما أن يتوفى والدي أو أن أتوفى لكي أخلص من هذا العذاب وإذا في يوم من الأيام وعندما كنت جالسا وبدأت أقرأ في إحدى الصحف ووجدت هناك فرصة للعمل فقلت عسى لأن بأن الله سبحانه وتعالى قد أرسلها لي لكي أتخلص من هذا الكابوس الذي أعيش فيه وعندما ذهبت صباحا إلى هذه الشركة وجدت الأبواب مفتوحة
ولم يكن هناك رجل للاستعلامات، ووجدت الأنابيب المياه مفتوحة والإنارة مفتوحة والأبواب مفتوحة، وهناك عدد من النفايات قد رميت في هذا الطريق أو تم رميها في هذا الطريق. فأخذت كعادتي، لأنني قد تعلمت من والدي، وأخذت أطفئ هذه الإنارة وأغلق هذه الأنابيب المياه ونظفت الطريق كعادتي. تذكرت ما كان يقوله لي والدي، ولم أجد شخصا يدلني على المصعد، فاضطررت أن أصعد على السلالم حتى وصلت إلى الطابق الخامس. وعندما وصلت تفاجأت بأن هناك عددا كبيرا جدا حتى من حملة الشهادات العليا قد تقدموا لهذه الوظيفة. فقلت: يا إلهي، أين هو حظي العاثر الذي قد جاء بي إلى هنا، وماذا سوف أفعل وأنا أنافس هذا العدد الكبير والكم الهائل، الكم أو العدد الكمي والنوعي؟ فقلت: سوف أعود إلى البيت. ولكن قلت: فلأنتظر. وعندما انتهى الحضور جميعا دخلت، لأنني كنت آخر شخص في لقاء هذه اللجنة. وعندما دخلت إلى اللجنة وقفوا جميعا لي وصفقوا لي وقالوا لي: أحسنت وبوركت أيها الرجل، فأنت قد فزت في هذه الوظيفة. فقلت لهم: ماذا جرى وماذا حدث؟ قال له: في الحقيقة هو اختبار لجميع الحضور الذين قد جاءوا إلى هنا، ولاختبار للخلق والأخلاق العامة التي يتصف بها. فقلنا: من هناك موجود يعني مجموعة من المواصفات وضعناها للعامل في هذه الشركة أو في هذا العمل، وهو الإخلاص، الإخلاص في العمل والأمانة والصدق والصبر. يعني أحد الأخوة من ساعة قال الصبر، وهذا الرجل قد صبر فعلا، إجا أخذ يدور بيا طابق، يبحث أين المكان، أين المكان. ولهذا شوف إحنا هذه كلها تعاليم، وهذه هي كلها في الحقيقة عبارة عن دروس وعبر نستلهم منها الكثير لكي تعلمنا ونعلم أجيالنا. ما أدري أخوانا أعزائي، هم عندكم مداخلة إضافة؟ يعني تحبون أضيفوها يعني قبل ما ننهي ورشتنا؟ شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حضوركم والاستفادة من ملاحظاتكم القيمة. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وياكم لما راضيه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.